السلام عليكم. اليوم نعرفكم بشبكة طرق السيارة في الجزائر على ضوء آخر تحديثات للخريطة نتاع شبكة طرق السيارة في الجزائر، واللي تم نشرها وإصدارها في هذا الشهر من طرف الوكالة الوطنية لطرق السيارة، لادا. احنا نشوف هذا ونشوف في هذه الخريطة، نلاحظ يعني في كمدخل ومقاربة الأولى لهذه الخريطة هو فيه زوج طرق سيارة شرق غرب بالأخضر. نشوف طريق سيارة شرق غرب باللون الأخضر، ثم عندنا باللون الأصفر طريق السيار تاع الهضاب العليا. إذا عندنا زوج طرق سيارة، الطول تاعها ما بين 1100 و 1200 كيلومتر. نزيد نشوف الأزرق الفاتح، هنا نشوف طرق اللي تؤدي باتجاه الموانئ الهامة في على البحر المتوسط، إذا هي ما يسمى بلي بينيترانت اوتوريتير، باتجاه الموانئ اللي تربط الموانئ بطريق سيار شرق غرب بالأخضر. وهنا بالفيولي بنفسجي نشوف الطرق اللي تربط طريق السيار الشمالي بطريق السيار نتاع الهضاب العليا، شوفوها كلها باللون البنفسجي. ونزيد ندخل نشوف بالأكثر وضوح، هنا عندنا نبدأ من الغرب الجهة الغربية طريق السيار اللي يربط ميناء الغزوات باتجاه مدينة تلمسان، إذن باتجاه طريق السيار شرق غرب على مستوى بالقرب من مدينة تلمسان. ثم عندنا طريق اللي يربط ميناء وهران هنا بطريق السيار شرق غرب، ثم يأتينا طريق اللي يربط ميناء أرزيو بالطريق الشرقي بطريق السيار شرق غرب، ثم يأتي طريق اللي يربط ميناء مستغانم بالطريق السيار شرق غرب، ثم يأتي طريق السيار نتاع تنس اللي يربط إذا ميناء تنس بمدينة شلف أو بطريق السيار على مستوى مدينة شلف. وللعلم أنه في بعض المشاريع هي راهي قيد الأشغال، ما زال يا إما أشغال متوقفة كما هنا المشروع هذا نتاع طريق السيار اللي يربط تنس بطريق السيار على مستوى مدينة شلف. المشروع هذا راه على مستوى نسبة أشغال نتاع تقريب 30 أو 40%. كذلك عندنا طريق السيار اللي يربط تيبازا ميناء تيبازا ب طريق السيار شرق غرب على مستوى بوزايا. وكذلك نزيد نشوف طريق السيار اللي يربط إذا ميناء بجاية هنا بطريق السيار شرق غرب، وهنا طريق هذا راح نسبة يعني تقدم شغال إلى بين 80 إلى 90%. ثم عندنا طريق السيار الشرق، طريق السيار اللي يربط ميناء جيجل بطريق السيار شرق غرب، وهذا بطول 110 كيلومتر راه في نسبة إشغال تقريب 50%. ثم عندنا طريق السيار اللي يربط ميناء سكيكدا بطريق السيار شرق غرب على مستوى الحروش، وهذا كذلك إشغال راهي نسبة إشغال يعني حوالي 40 إلى 50%. ثم عندنا طريق السيار اللي يربط ميناء عنابة بطريق السيار شرق غرب، والإشغال منتهية فيه 100%. ثم إذا هو آخر بينيترونت، آخر طريق يربط ميناء عنابة
بطريق السيار شرق غرب. وهنا للعلم أنه فيه مشاريع تاع طرق السيارة اللي سوف تربط منطقة عنابة، جنوب عنابة، بطريق السيارة شرق غرب باتجاه تبسة. هنا هذا مشروع مازال ما نطلعش أشغال فيه. وكذلك فيه مشاريع بعضها مجسد والبعض قيد الأشغال، كما هذا راه قيد الأشغال باتنا باتجاه قسنطينة، فيه بعض الأجزاء منجزة والبعض الآخر قيد الأشغال. وكذلك هنا مشاريع من بين مقرى هنا و الصيف إذن، وكذلك مسيلة باتجاه برج باري ريج، طريق السيار، وكذلك طرق سيارة فرعية. طريق السيار هذا بالأزرق الحامق، هذا طريق السيار راه قيد الأشغال فيه حوالي 30 أو 40% من نسبة الأشغال، وهو يربط ولاية عين الدفلة على مستوى خميس مليانة بولاية برج بوهريريج. إذا كل هذه الطرق السيارة البعض منها راه قيد الأشغال، كلها راه يعني كلها تقريب كلها راه قيد الأشغال، لكن بنسب متفاوتة. حتى طريق السيار نتاع الهضاب العليا فبعض الأجزاء أنجزت والبعض الآخر قيد الأشغال. إذا نسبة الأشغال على مستوى طريق السيار نتاع الهضاب العليا أنا أقدرها بحوالي 50 إلى 60%. وعندي اقتراح يعني بما يخص الخريطة نتاع هذه، هي أنه الطريق هذا بالأزرق الحامق، هذا طريق السيار اللي يربط خميس مليانة ببرج بوعريريج، هذا يصبح اللي يغير تسميته ويصبح هو تابع لطريق السيار شرق غرب. هذا إن نرجعه بالأخضر ويصبح جزء من طريق السيار الشرق غرب، لأنه موازي للساحل البحر الأبيض المتوسط. والجزء هذا اللي راه الآن نشوفه بالأخضر، النقطة هذه للنقطة هذه ونشوفه بالأخضر، يصبح طريق دائري، الاجتناب الدائري لولاية الجزائر العاصمة، عوض أن يكون هذا هو الطريق الدائري لولاية الجزائر العاصمة، واللي كما نشاهد هو بعيد كثير عن مدينة الجزائر وولاية الجزائر. الطريق بالأخضر هذا الجزء بالأخضر هو أقرب إلى مدينة الجزائر وإلى ولاية الجزائر، فمن الأجدر ومن أصح أن يكون هذا هو الطريق الدائري لمدينة الجزائر. وطريق السيار الشرق غرب ينطلق من هنا ويكمل من هنا، لأنه لو كان نحط روحنا في نحط نفوسنا في التفكير نتاع سائق السيارة عندما يروح من الشرق الولايات العاصمة أو من غرب ولاية العاصمة نحو الشرق ولاية العاصمة، أكيد سوف يأخذ هذا الطريق. إذا وصل إلى وصل النقطة هذه أكيد سوف يأخذ هذا الطريق، هذا هو الطريق الذي سوف يؤدي به إلى الشرق ولاية الجزائر. إذا هذا هو الطريق اللي بالمفروض يكون تابع للطريق السيار شرق غرب، وهذا يصبح طريق كما قلنا اجتنابي أو دائري، رينج رود أو طريق بيريفيريك لولاية الجزائر العاصمة. إذا هذا هو يعني المشاريع اللي راهي قيد الأشغال، وطرق السيارة اللي راهي يعني مبرمجة وراهي قيد الأشغال، ونسبة تقدم الأشغال في كل مشروع. إذا و يعني الشبكة تاع طرق السيارة هي حاليا حوالي 5000 كيلومتر منجزة، وتبقى عند نهاية الأشغال سوف يصل الرقم تاع طرق السيارة في الجزائر إلى حوالي 12 إلى 15000 كيلومتر، عندما تنجز كل طرق السيارة. نشاهد هنا كذلك طريق السيار شمال جنوب،
اللي يوصل إلى حدود ولاية جلفة. إذن هنا وفيه طرق سريعة راهي قيد الأشغال في قيد التوسعة في ولاية غردايا وولاية الأغواط. إذن هذا طريق السيار، هذا الجزء هذا كله منتهي الأشغال فيه. هنا فيه كذلك طرق السيارة أخرى قيد الأشغال في الجهة الغربية. إذن كل طرق السيارة الشبكة هي قيد الأشغال، يعني كل المشاريع اللهم فيه بعض الأجزاء الصغيرة التي لم يعني تبدأ الأشغال فيها، لأن المشاريع هذه أو الورشات نتاع الأشغال هي ورشات سي دي شانتيي لينير، يعني الورشات تفتح جزء بجزء، ما يقدرش يفتحوا الورشة نتاع الأشغال على طول مئات الكيلومترات، يفتحوا بالجزء، كل مثال يديروا كل 50 60 كيلومتر يديروا ورشة للأشغال، لأن الشانتيي لينير، يعني يمشي على خط خطوط تمتد لمئات الكيلومترات. إذن بعض الأجزاء ممكن تكون الورشة بتاع الأشغال مازال ما انطلقتش، لكن الطريق ككل يعني الأشغال راهي يعني ماشية في أجزاء أخرى من الطريق. إذن هذا هو شبكة تاع طرقات السيارة، نتكلم عن طرقات السيارة في الجزائر، وطرقات السيارة هذه كلها بثلاث أروقة في كل اتجاه زائد الشريط تاع الوقوف الاضطراري، وزائد يعني كل ليغليسيير دو سيكوريتي، كل البقايس والمتعامل بها دوليا، يعني الطرقات من تيب A1. إذا أخذنا باعتبار الطرق السريعة فالأكيد أنه الشبكة نتاع الطرق هذه سوف تمتد إلى أكثر من 40 أو 50 كيلومتر، 50 ألف كيلومتر، إذا أضفنا لهم الطرق السريعة ذات زوج أروقة في كل اتجاه. إذا هذه شبكة مختصة إلا للطرق، تتكلم إلا على الطرق السريعة ذات 3 أروقة في كل اتجاه. وفيه طرق سريعة، هنا نشوف طرق سريعة كثيرة حول مدينة الجزائر العاصمة، واللي في بعض الدول كدولة الجارة هذه تحتسب على أنها طرق سريعة، نحن لا نحتسبها على أنها طرق سريعة، يعني نحن نحتسب الطرق السريعة إلا اللي عندها 6 أروقة 3 في كل اتجاه. نكتفي بهذا القدر، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.